السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي ام ناجحه. ان شاء الله اقتراحنا ديال اليوم هاد الاكله الصيفيه بامتياز. غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير لي همبرجر، لا في الحشوه اللي غادي نديرو فيها خضر، وغادي تجي متنوعه ولذيذه. وغادي نشارك معكم حتى كيفاش يجيكم الخبز ديال الهمبرغر رطب وبنين وغزال وناجح معكم 100%، واللي غادي نحضروه ان شاء الله غير بالفينو فقط، وكيجي خبز غزال بالاضافه للحشوه اللي لذيذه وما تشبعوش منها. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات احتاجيت 3 ديال الكؤوس ديال الماء. ما هنا في هذا العجين ما غاديش نعجنوها بالحليب، غادي نعجنوها غير بالماء، ولكن كتجي غزاله ورطبه ورائعه بزاف بزاف. كيف ما شفتوا 3 ديال الكؤوس ديال الماء اللي كيكونوا دافين، طبعا ضفت عليهم واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز سواء طريه ولا الجافه، معلقه كبيره. ضفت عليهم معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وزدت عليهم واحد راس معلقه ديال الخميره يعني الكيماويه الخمره ديال الحلويات، غير راس معلقه فقط. وغادي نضيف عليهم الدقيق اللي هو الفينو ولا دقيق القمح الصلب، غادي نحضروه غير بهذا الدقيق، ولكن النتيجه كتجي هائله الصراحه وصحيه طبعا كيف ما عودتكم. ضفت جوج ديال الكيسان، ودائما الكيسان بقياس كاس العنبه كيف ما كتعرفوا، وخلطت مزيان بالفويي حتى ما كيبقاوش ليا داك التكتلات ولا داك الحبيبات ديال العجين. من بعد ضفت الملح تقريبا واحد المعلقه عامره مزيان صغيره ديال الملح، وكنخلط مزيان. هاد العمليه بدون مناقشه، ما نبقاوش نناقشوها بزاف، كنديرها معكم دائما. يعني كنخلط في الاول العجين بالفويي، ومن بعد عاد كنضيف الكميه ديال الدقيق اللي بقات ليا باش كنجمع العجين ديالي بكل سهوله. كنضيف الكميه ديال الدقيق الاخرى. هنا بالضبط احتاجيت 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق يعني الفينو، 6 مقابل 2 ديال الكيسان، عفوا 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق الفينو مقابل 2 كيسان ديال الماء. هي هذيك، غير انا ما حسبتش مزيان. المهم 6، ضفت 2 ديال الدقيق الفينو في الاول وخلطت بالفويي، ومن بعد ضفت 4 وكنخلط بيدي، كنجمع العجينه بيدي، يعني ما كنخلطها، ما كنضربش فيها شي مجهود ولا شي تماره، كنجمعها عادي بيدي صافي بكل سهوله، كتجيني بسيطه وسهله. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره عامره ديال الزبده، وهاد الزبده كتخلي العجينه ديالنا كتجي رطبه، يعني القوام ديالها كيتغير 100% ملي كنضيفو الزبده صراحه، كتجب كترجع عندنا واحد العجينه اللي رطبه وغزاله، والنتيجه ديالها في الطياب يعني كتبان بان الخبيزات كيبقاو رطبين لمده اطول. صافي دخلت هذيك المعلقه ديال الزبده كيف ما شفتو، غير كندي العجينه وكنجيبها، هذا هو المجهود اللي كندير فيها صافي. ومن بعد كندهنها بالزيت باش ما تلتصقش ليا، وكنخليها تخمر. خليوها تخمر مزيان في هذه المرحله، يعني الا قدرتوا في هذه المرحله قد ما خمرات قد ما الخبز كيجي معكم مفشفش وخفيف. صافي كيف ما شفتوا دابا الحال سخون، راه ما كتعطلش معنا اصلا العجينه في الخمير. هانتوما تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيرجع، يعني واحد القوام اللي كيرجع رائع، واخا انا حنا ما كيف ما شفتوا راه ما كندلك العجينه لا والو، غير كنجمعها والقوام ديالها كيرجع رائع. غادي نقطعها الكويرات، المهم يكونوا بالحجم الصغير من الاحسن باش كيجيونا داك الهمبرغرات يعني هكا صغيورين ومزيونين في الشكل ديالهم. هنا خرجت ليا تبارك الله، راه يعني انا درت ماشي غير اليوم فقط، يعني درت وغادي نخبيهم في المجمد، وغادي نقول لكم حتى كيفاش تخبيهم في المجمد، يعني باش المره الاخرى ملي غادي تحتاجوهم ما غاديش تعاودوا العجين مره اخرى. عطاني هنايا 2 ديال الطاوات، المهم كميه كثيره تبارك الله، واش 14 ولا 16 ما حسبتش مزيان. صافي حطيتهم في الطاوله اللي غادي تدخل ليا الفران، وبسطتهم غير شويه، ما خليتهمش هكاك غير شويه باش ما كتجينيش اللبابه داخله فيهم. صافي وخليتهم خمروا. ندوزو ان شاء الله للحشوه ديالنا، الحشوه عامره بالخضر، يعني
اللي ما كياكلوا لكمش الوليدات ديالكم الخضر، هذه هي الطريقه باش غادي ياكلوهم وما غاديش يحسوا بهم نهائيا. بالنسبه للخضره، خديت هنا واحد البطاطا، حبه ديال البطاطا، ثلاثه ديال الحبات ديال الجزر ولا خيزو، جوج حبات ديال القريعه، المعدنوس، واحد القويطه ديال المعدنوس، واحد الضرس ديال الثوم. طحنتهم مزيان، طحنوهم ما غاديش يبانوا نهائيا. ضفت عليهم واحد الكميه ديال الكفته، الكميه صراحه اللي بغيتو، يعني حنا الهدف ديالنا هو الخضار. ضفنا واحد شويه ديال الكفته باش نبننو. وبالنسبه للتوابل، احتاجيت شويه ديال سكينجبير، واحد معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال البزار، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر محكوك، وضفت شويه ديال الحار حسب الرغبه طبعا الا بغيتو، واحد المعلقه صغيره ديال الكمون. المهم التوابل كيبقاو على حسب الكميه اللي غادي تستعملوا في الحشوه. ضفت هنا واحد البيضه كامله، وغادي نضيف هاد لا شابلور ولا هاد الخبز المطحون اليابس باش كتجمع ليا ديك الكفته، وكنقدر نتحكم يعني في الشكل ديالها كيف ما بغيت. وضفت واحد راس معلقه ديال الملح، وغادي نزيد عليهم جوج معالق ديال زيت الزيتون. صافي، هذا هو التوابل اللي احتاجيت في هذه الحشوه، وراها كتجي بنينه وغزاله بزاف بزاف. عاود غادي نعاود نخلط مزيان حتى كتنسجموا يعني ديك الخضره مع ديك الكفته مع ديك العطريه كلها مزيان. صافي، خليتها هنايا على جنب، ودزت نشوف العجينه ديالي فين وصلت. طبعا كيف ما كتشوفوها راه ضعف الحجم ديالها وخمرات، ما تغفلوش عليها في هذه المرحله، يعني ما تخليوهاش تخمر بزاف، لان خمرات بزاف تقدر تنزل معكم في الفران، كتبان لكم طلعت. صافي، دهنتهم بالحليب ورشيت عليهم الزلجلان حسب الرغبه، طبعا الا بغيتو ترشوا عليهم حبوب اخرى ماشي مشكل. دخلتهم الفران اللي شعلته على 220 درجه، يعني اعلى درجه في الفران عندي هو سخون. دخلت الطوا ديالي كما كنطيب الخبز العادي، حطيتها في التحت في الرف التحتاني حتى كتنفخ وتحمر، وكنرجعها للفوق، كنطلعها للفوق كتكمل التحمار ديالها، وكيكون هذا هو الشكل ديال الخبز ديالنا. رائع بزاف بزاف بزاف، ننصحكم انكم تجربوه، الا جربتوه اكيد غادي يعجبكم وغادي تبقاو دائما تجربوه. نرجعوا للكفته ديالنا، حطيتها هكا في واحد القالب، كناخذ شويه ديال كناخذ واحد الكميه وكنحطها في القالب غير باش يعطيني داك الشكل الدائري لهاد الكفته ديالي. خديت واحد المقله اللي سخنتها ولحت فيها واحد البصيله هكا مقطعه دوائر بها حتى هي، باش غادي نعمر هاد لي همبرغر. وكتجي هاد البصيله لذيذه مقليه هكا في الزيت كيف ما شفتوني، انا المقله ما درتش فيها الزيت غير كندهنها وصافي. صافي، وحطيت تماك ديك الكفتات كيطيبوا في هذا الوقت اللي هما كيطيبوا. غادي نحضر معكم الصلصه اللي احتاجيت فيها جوج معالق ديال الكيتشوب مع جوج معالق ديال المايونيز مع معلقه ديال لاموطارد، يعني معلقه كبيره كيف ما شفتوا. كتجي هاد الصلصه بنينه، المهم الصلصه على حسابكم، كانت عندكم الصلصه جاهزه تقدروا تستعملوها، بغيتوا ديروا هاد المزيج راه كيجي المذاق ديالو زوين. صافي، الكفته كنبدا كنقلب فيها حتى كطيب، وكتشوفوها كتاخذ واحد اللون زوين، وراها كتجي لذيذه واخا الخضره يعني فيها كثيره. صافي، من بعد ما كطيب كنوضع فوقها هكا الفرماج، يعني هذا الفرماج ديال لي ساندويتش طبعا راه كيزيدها لذة. نرجعوا للخبيزات ديالنا، هانتوما كيف ما كتشوفوهم كيجيو هائلين وما فيهمش اللبابه من الداخل، ورطبين وغزالين صراحه كيف ما كتشوفوا القوام ديالهم. هنا كدوزو كتعمرهم، يعني كتبقى على حسابكم. انا كاين المهم اختلفت في التعمار ديالهم على كل واحد فينا شنو كيبغي. كاين شي وحدين اللي دهنتهم هكا بالفرماج من السم بالاعشاب، وكنضيف عليهم داك البصيله مطيشه الخس، وكندير الصلصه، وكندير طبعا الكفته والفرماج. بالنسبه لهاد الخبيزات ديال الهمبرغر، باش تحتفظوا بهم غادي تاخذوا كل وحده بوحديتها، وغادي ديروها في السلوفان، وغادي تدخلهم للمجمد نهار كتحتاجوهم. طبعا كتجبدوهم وكتخليهم هكا واحد نص ساعه، وكدوزو كتعمرهم، من بعد هم كتسخنوهم وكتاكلوهم عادي جدا. وهنا كيف ما شفتوا حتى بالنسبه يعني الخبيزه الثانيه دهنتها حتى هي بالصلصه نفس الشيء، شويه البصيله شويه الخس مطيشه. المهم ديروا اللي بغيتوا على حساب اللي كيبغاو ولادكم.
صراحة كيجي ولداد بزاف بزاف، وهذا وقتهم، ولما لا ما تشربوهمش. وطبعا ما تبخلوش عليا بالاشتراكات واللايكات والتعليقات ديالكم بالنسبة اللي غادي تجربهم. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.